وصلنا لإعادة تدوير الخشب. هي عملية تحويل الخشب المستخدم أو التالف إلى مواد جديدة قابلة للاستخدام، مما يسهم في تقليل النفايات والحفاظ على الموارد الطبيعية وأيضا تقليل الطلب على قطع الأشجار. للحديث حول الموضوع تنضم إلينا ياسمين الشناوي، المدرب المعتمد لتعليم الحرف والفنون. صباح النور ياسمين، شو الأخبار؟ الحمد لله. طيب خلينا نبدأ بالخشب، اليوم حديثنا حيكون عن الخشب. بداية، ما هي أنواع الخشب اللي بنستخدمها عادة في عادة التدوير؟ والله ممكن نستخدم أي نوع خشب، يعني سواء هو خشب واخد لون أو مش واخد لون أو تالف أو سليم. الفكرة كلها في خطوات أنت يعني هتعيدي تدويره إزاي. يعني مثلا في ممكن ان انا اجيب خشب يكون مش واخد لون نهائي، في الحاله دي لازم اسس السطح. وممكن ان انا اجيب خشب زي البوكس زي ده مثلا، يكون واخد لون قبل كده او كان عليه رسوم او كان مثلا بتاع بيرفيوم بتاع اي حاجه، اقدر برضو اسسه. فاذا كان مستخدم قبل كده او هو ما عليهوش اي طبقات يعني مرسوم عليه قبل كده، ممكن في الحالتين ان انا نستخدمه في اعاده التدوير. طيب شو أكثر الأشياء اللي بس نعمل إعادة تدوير للأخشاب نستعملها فيها؟ يعني عشو بالطبقة أكثر شيء؟ والله ممكن يعني الأكثر استخداما مثلا ممكن بحيث المواسم، ممكن التري الصواني من النوع ده، ممكن لو في مثلا ممكن نخرج من رمضان خلاص يعني هنرميها، لا ممكن نحنا نعملها إعادة تدوير، ندخلها يعني حاجة تانية. ممكن البوكسات زي ما بقولك، يعني انت اشتريتي مثلا هدية حلوة قوي بس لقيتي بعد كده البوكس ده ان انت مش محتاجاه في حاجة، فتضطري ان انت تعيدي تدويره تاني عن طريق مثلا احنا ممكن نلونه بألوان أكلوريك الأول، بأسس السطح بتاعه بجيسو. في أسطح بتحتاج ان هي تتصنفر الأول. جيسو هو نفس اللي بيستعمل في تأسيس الكانفاس صح؟ يعني هو بالزبط. مادة جاهزة بتباع في الأسواق تستخدم للتأسيس. هي مادة زي البرايمر بالظبط، فكرتها كلها ان هي التغطية بتاعتها عالية جدا. في منها ألوان، في أبيض، في أوف وايت، في أسود، في جراي، بس الأفضل الأعلى استخداما اللي هو الأبيض. ممكن حد تاني يكونش عنده الجيسو ممكن يستخدم الأكلوريك، بس هيضطر ان هو يحط اكتر من طبقة بالظبط. مثلا كرسي زي ده، الكرسي ده كان برضو عليه نقشة تانية صنفرناه الأول، وبعد كده بدأنا نشتغل عليه بتكنيك هنا ديكوباج، عملنا زي ليرات من التعتيق. ساعدك ياسمين، خلينا نحط الكاميرا عشان تشوفوا، تجيبوا الكاميرا واشرحي لنا. يلا، فكرة ان هي بصمة الخشب دي ممكن تتعمل عن طريق ستامب. فانا لما بعمل التكنيك التعتيق ده ممكن اطفي تكنيك زي الفينتج عليه، ممكن حاجة تانية اشتغل بيه بورق ذهب، ممكن اشتغل تقنيات تانية اخليه شكله اكنه يعني اقول لك فيكتوريان شويه مثلا. التكنيك ده مثلا يعني هي صينيه خشب بس اللي اشتغلنا في النص برضو ريزن. بعد ما عملنا الديكوباج عملنا عليه ريزن برضو. ممكن دارج الان فن الريزن، هي فكره ان انت تستخدمي اكتر من فن مع بعض عشان توصل النتيجه اللي انت عايزاها، دي حاجه حلوه قوي. انت اليوم حتعلمينا شيء على الهواء او حنطبق شيء بسيط هيك على قد بالظبط بالظبط امكانيات. فكره اني انا اشتغل مثلا يعني ازاي الون السطح مثلا، مثلا هشتغل بلون اكلوريك. انا هنا اشتغلت فعلا جزء. طيب مناديل الديكوباج، ممكن في ناس تشتغل بمناديل وفي ناس ممكن تشتغل بورق، في ناس في ورق رز، على حسب كل واحد وامكانياته. بس المناديل دارجه جدا واسعارها كويسه. فكرتها كلها ان انت لما تيجي بتكون موجوده عندنا كمان احيانا في البيت صح؟ في الماركت يعني انا في ساعات لما بروح طالعه والاقيه مشداه كده ما استخدموش، لازم اشتغله بيه ديكوباج احسن. طيب انا مثلا لو عندي نابكن زي كده او مناديل، ممكن عشان افتحها اصلا اول حاجه انك بتلاحظي ان هي اكتر من لاير، فممكن ببساطه جدا ان انت تفتحيها بالجلو. هي علبه الجلو صعبه شويه بس تفتحي ساعدك. لا احاول افتحها اهو. ماشي، تفتحي بس الجلو وتاخدي يعني نقطه صغيره خالص عشان تحاولي تفتحي اهو. شوفي اتحركت على طول. على طول هي مجرد اني انا بمسك طرف، سوري، مجرد بمسك طرف المنديل بيفرط معايا وتطلع الطبقات بس نظيفة. الافضل دايما، الافضل دايما ان انا اقصها وهي ثلاث طبقات علشان ده بيبقى حساس قوي. ممكن اني انا في الاسطح اللي زي الخشب لو عندي حرف زي ده استغله في اني انا ممكن اضعه في طرف زي ده كده، عشان في ما ينفعش ان انا عندي حرف زي ده احطه هنا، هيبان عندي يعني ديفو من هنا لغايه اخر الشغل. مهما حد شافه هيقول فيه غلط. صح. اما طول ما انت بقى يعني بلاقي الحاجه اهو،
بالطريقه تدمج دي الاطراف هنا. يعني مثلا هنا انا دمجه اكتر من نوع هاي منديل. معموله هي. دي اكتر من نوع منديل مش مبين ابدا من فضلك، كله معمول. بس الفكره كلها ان انت ازاي بتدمجي اكتر من شكل مع بعضه، يعني مش كلهم في منديل واحد، بس فكره ان انت ازاي تدمجي اكتر من منديل مع بعضه بحيث ان هو يختفي خالص. انا مثلا هنا هقص شكل في اكتر من طريقه قص، بس انا ممكن اشتغل بالطريقه الاسهل بالنسبه لي انا. ممكن حد يحب المقص، المقص بيبقى افضل في اسطح غير الخشب. انا لو قصيتها بالطريقه التنتيف دي كده، ادي اهي بقى عندي الايه الورده الورقه او الجزء اللي احنا حابين نشتغل بالظبط. انا ببساطه جدا ممكن اني انا احط بس الجلو، يعني لو حطيت شويه جلو بس عندي. خليني اشيل اشوف زيح. طيب يعني لا لا خبرني لا تاخده. انا هاخد اهو، انا هشتغل هنا، انا هشتغل هنا اهو. انا هشتغل. هتشتغلي على علبه لا هتشتغلي على هشتغل على هيك اوضح. لو انا حطيت بس طبقه من الجلو بالطريقه دي، احاول ان انا في نوع غرة او تلزيق او جلو معين بتستعمليه او ممكن اي جلو عندك، او ممكن الجلو بتاع المكتبه بيكون خفيف، جلو محل الاصباغ بيبقى سميك شويه، ممكن نخففه بكم قطره مياه. حلو. ممكن ان انا احط بالطريقه دي ودايما من المنتصف واسحب لبره. في الرسومات الصغيره اللي زي دي بيكون سهل قوي لزقها بالفرشه مره واحده. نازليها شوي بس لا تاخدها لك. ايوه هيك مبينه. بيبقى سهل قوي لزقها بالفرشه. لو الورقه كبيره بيستحسن ان انا اجيب زي نايلون، اي نايلون حتى نايلون مستخدم، واطبق المنديل بالطريقه دي واحط عليه النايلون واحاول افرغ الهواء اللي تحتيه. بيبقى اسهل. وبعد كده برجع احط طبقه جلو مره ثانيه. مثلا انا عندي رسمه ثانيه اهي، همسك الجلو وهاجي بالطريقه دي احط طبقه جلو واجي احطها بالطريقه دي، ومن المنتصف لبره، من المنتصف لبره اقل كميه جلو بس ما تبقاش ناشفه جدا، بس في نفس الوقت ما تبقاش ايه يعني اهي بالطريقه دي. صح. واندمجت ولا كانه ولا ما ليها ما بتبانش. يعني عن اذنك خليني افرجيها للكاميرا، مش مبينه ابدا اطراف. طب ياسمين انا حاسالك سؤال ومن فضلك ما تعطينا امل كذاب. اللي خليهم من المواهب مثلي يعني ما عندهم مواهب بس حابين انه يتعلموا هيدا الشيء او هيدا الفن، فن اعاده استخدام او تدوير الخشب، هل في امل انه يعني الموضوع سهل؟ جداً. انا حاسه هلا وانا بتفرج عليك انه رح يكون كل شيء تلزيق الا الشيء اللي بدي لزقه. بصي لا كل حاجه سهله جدا. بس الفكره كلها ان انت تعرفي يعني مثلا الاول الديت لاير الجيسو اسيبه ساعه ينشف او استخدم سيشوار. تمام. ما جيش انا ابدا جلو وهو لسه ما نشفش مثلا فتلاقي وصلتي لنتيجه تانية خالص. فهماني؟ حطيتي الجلو مثلا اشتغلت على الجهه دي، استني شويه تنشف وبعد كده اشتغل على الجهه الثانيه، لان انا بشوف ناس وهي بتشتغل على الجهه دي تقوم عامله كده تقوم مبوظه الاثنين. فهماني؟ فهي الفكره الشغل عشان سهل جدا على نظافه الشغل يعني. بس فكره ان ادي كل فرصه لكل سطح ان هو ينشف، زائد ان مثلا انا هنا السطح هو مش واخد اي طبقات من طبقات الفينتج ولا التعتيق او اي حاجه. ما جيش انا بس وانا هو لسه ما نشفش واجي اقول ده انا عايز اعمل بصمه الخشب اقوم مبوظه الدنيا. في تعتيق بيبقى من فوق الشغل وفي تعتيق بيكون تحت الشغل على حسب الستايل اللي انت عايز تشتغلي بيه. بس فكره الجلو موجود وسهل. فكره حضرتك عارفه الجيسو من غير حاجه صحيح. الاكليريك سهل. يعني ممكن لو انا شفت الحاجات دي كلها ما كملتش 15 ريال. وايضا في الدورات يعني حتى اللي حابب انه يتعلمها بطريقه أونلاين اكتر وياخد في اونلاين ممكن على تتابعي اساسا ناس كتير جدا بتشتغل الفنون دي. بس الفكره كلها انت ميولك ايه. يعني مثلا ممكن ناس تشتغل بورق جرايد، ممكن ناس تانية تحب تطبع ورق. كل الاوراق ممكن نستخدمها سواء ريسايكلينج او تشتري ورق خاص بالديكوباج. بس فكره تاسيس السطح معاكي هو اللي هيخليكي تقولي القطعه دي تنفع تتحط مثلا في بيتي في الصالون او تحت السرير. مش عاوزينها خلاص طلعت. بس حلو. ودائما القطع اللي بنعملها بايدنا بيكون عندها غلاوة معينة وبيكون إلا نكهة معينة، وبنضمن إنه ما إلا شبيه ولا في مكان يعني إلا عنا. أوعدك إن مثلا لو شنطة زي اللي هناك دي كانت شنطة ألوان بتاعت ابني، دي أنا اشتغلت عليها الأول جرايد ما اشتغلتش عليها الجيسو، اشتغلت عليها ورق جرايد وبعد كده داير ما يدور حطيت ورق دانتيل. المذهب يمكن حطيت دانتيل الأول في الورق المذهب. وبعد كده لو فتحتيها هتلاقي من جوه كمان، ممكن حضرتك تفتحيها لو فتحتيها يعني. من جوه هتلاقيها كمان من جوه أنا اشتغلتها يعني. بصي ايوه
هتلاقيها من جوه انا اشتغلتها بحيث ان ايه، اني انا ممكن احط جواها فرش زي كده يعني. بس فكره ان انا ليه يبقى شكلها خشبي حتى لو مجوهرات، حتى هو قد بنشتري علب، هي فكره العلب، العلب المستعمله ممكن اي علب عندك، حتى العلب اللي هي بتاعه المجوهرات القطيفه دي الشموا ممكن نعيد تدويرها مره تانية، بس الفكره اني بنحط لمسه من تحس ان الحاجه دي بقت بتاعتك خلاص. شكرا جزيلا، احنا دهمنا الوقت بس جدا ممتع، وما كنت بعرف هالنوع من الفنون صراحه، اليوم تعرفنا عليه وتحمست. يلا يمكن أجرب أتعلم ورح أخبركم مشاهدينا إذا عرفت أتعلم. وشكرا جزيلا لحضورك معنا ياسمين الشناوي المدرب المعتمد لتعليم الحرف والفنون. شكرا جزيلا لك. شكرا.